اسمعوا انتوا الحوار، لا تخلونا بالمواجهه، اتركوا الساعدي، الساعدي حصتنا. العجيزه الضباط الذين اعطوا الاوامر حصتنا. انتوا شعبوا، انتوا ما مسؤولين، انتوا ما مسؤولين. من الذي اعطى الاوامر بقتل ابنائنا؟ الموت للعملاء الجملاء، الموت للعملاء الجملاء، الموت للعملاء الجملاء، الموت للعملاء الجملاء. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج صوتكم، هذا البرنامج الذي يعبر عن آرائكم. اليوم أريد نتكلم بكلام منطقي عقلاني أكثر. المظاهرات اللي طلعوا بها ثورة تشرين عام 2019، 1 تشرين الأول 2019، بعدين تجددت وزاد زخمها في عام نفس التاريخ 2019، لكن يوم 25 أكتوبر تشرين الأول، طلعوا الناس من كافة فئات المجتمع العراقي، طلع بيها الموظف والعامل والطلاب، كان لهم التأثير القوي. وشفنا أيضا نساء عراقيات في ساحة التحرير، بنات طالبات كليات وحتى اللي موظفة وغيرها، طبعا تعرضوا إلى تهديدات كثيرة، لكنه خلوا العراق نصب عيونهم وخرجوا في تظاهرات تطالب بإزاحة هذا النظام الفاسد الذي تأسس بعد الاحتلال وبرعاية الاحتلال عام 2003. أولى الانتخابات مثل ما تعرفون صارت في 15 تشرين الأول 2005، وأيضا توالت الانتخابات 2005 و2010 و2014 و2018، وكانت الانتخابات الأخيرة اللي صارت في 10/10/2021. طلعوا الناس وجابهوهم القوات الأمنية بالحديد والنار، أطلقوا عليهم رصاص غاز مسيل للدموع. أيضا أكو عندنا فيديوهات موجودة كانت ودائما تطلع على شاشتنا، بأنه حتى الغاز المسيل للدموع قاموا يوجهوه على رؤوس المتظاهرين. حتى أكو فيديو مشهور جدا بأنه أحد المتظاهرين انصاب براسه ووقع بالقاع، دائما نطلعها هذا في فيديوهاتنا. وأيضا قام تيجي تهديدات للناس اللي تطلع يوم 25 تشرين الأول 2019. حتى على سبيل المثال كثير من المتظاهرين والناشطين تعرضوا إلى التهديد، قسم من عندهم سافر، وأيضا نسبة كبيرة جدا لا يستهان بها انقتلوا، وأيضا راحت دمائهم هدرا، على الرغم من تصريحات حكومية متتالية وحتى من نواب برلمانيين بأنه ستكون هناك تحقيقات في هذه الجرائم، لكن إلى الآن ما نتجت هذه التحقيقات عن أي عدالة أو عن أي مفهوم أو عن أي شيء اللي أدى إلى قتل المتظاهرين والناشطين. طبعا حتى ما أذكر الأسماء، خاف أنسى واحد من عندهم، وهذا دماءهم في رقبة كل العراقيين اللي طلعوا في تظاهرات تشرين الأول 2019. الآن نشوفكوا تظاهرات أمام المنطقة الخضراء، لكن هذه التظاهرات ما طلعت مثل تظاهرات تشرين الأول، رفعوا شعار واحد اللي هو نريد وطن. كل الناس اللي طلعت في ذلك الوقت قالوا نريد وطن، ما نعترف بالعملية السياسية اللي جابت كل الويلات على الشعب العراقي، غلاء معيشة، خدمات تحت الصفر، وأيضا احترام المواطن، ماكو احترام للمواطن. تلقي الناس كلها تمشي بالشارع خايفة، أخاف واحد المخبر السري أو غير مخبر السري أن يروح يقول للقوات الأمنية بأنه هذا كان كذا وهذا كان فلان شيء. وجود الميليشيات أيضا بالشوارع أيضا زاد من خوف المواطن، واللي هاي بدورها هي اللي ساهمت في قمع تظاهرات ثورة تشرين 2019. ليش؟ لأنه الناس اللي طلعت قاموا أكو مندسين بيناتهم وينطون إخبارية عن الناس اللي طالعة من المتظاهرين والناشطين، وبالتالي أدى هذا الأمر إلى تهديدهم بالقتل، وحتى يعني مثل ما قلت بأنه انقتلوا قسم من عندهم كبير. في 2021 الآن بعد الانتخابات المبكرة اللي دعا إليها الكاظمي، نشوف بأنه التظاهرات الميليشيات، أقول كثير من المحللين السياسيين قالوا هاي مو تظاهرات، هذه فوضى للميليشيات.
لأنه طلعت أمام المنطقة الخضراء. وليش تحديدا أمام المنطقة الخضراء؟ لأنه في المنطقة الخضراء سفارات والبعثات الأجنبية، أيضا مركز الحكومة، مقر الحكومة داخل المنطقة الخضراء، أيضا المفوضية المستقلة للانتخابات أيضا موجودة داخل المنطقة الخضراء. كل ذولا المتظاهرين رفعوا شعار نريد سلطة مو نريد وطن. ليش؟ لأنه المتظاهرين في 2019 قالوا إحنا ما نريد محسوبية ولا محاصصة والقضاء على الفساد، محاسبة الفاسدين ومحاسبة قتلة المتظاهرين. الأمور اللي تصير الآن أمام المنطقة الخضراء هي صراع على السلطة. ليش خلي عندما نحكم العقل، ليش المواطن، طبعا نسبة المشاركة تتراوح ما بين 6% إلى أقصى حد 15%. قسم من عندهم مثل أياد علاوي رئيس ائتلاف الوطنية قال بأنه نسبة المشاركة بالانتخابات 12%، والقسم الآخر نطاها من 6% إلى 12% نسبة المشاركة أو 15% نسبة المشاركة. نريد نعرف من عندكم شنو الفرق ما بين تظاهرات أكتوبر تشرين الأول 2019 اللي رفعوا شعار نريد وطن، وما بين التظاهرات الموجودة الآن أمام المنطقة الخضراء. هذا نريد نعرفه من عندكم. ويانا أول اتصال أبو ياسين من ديال. أبو ياسين السلام عليكم. حياك الله أخي الغالي أبو جاسم. الله يسلمك الله يخليك. شونك أبو ياسين الورد؟ حياك الله، أنا أشكرك وتي باصلك وحيا الله الكاد المحترمين. الله يسلمك الله يخليك. شنو الفرق أبو ياسين ما بين تظاهرات تشرين 2019 والتظاهرات الآن الموجودة اللي هي فوضى مو تظاهرات؟ شنو الفرق بيناتهم؟ هذا المعمم المزيف يقول موت الخونة العملاء. حتى اليوم عرفتهم خونة العملاء. محمد سؤالك هذا الطيب المحترم. نعم الله يسلمك. من 2003 إلى 2011 شفنا أشد العذاب والدمار من هاي الحكومة، حكومة الاحتلال. وكل أحضر بينا والبطش وذولا الجهاز الأمنية موالين للوطن والدفاع عن الشعب بالنسبة لهذا المعمم. نعم. إيش معنى لولا من طلع وذولا الدولتين خونوا العملاء فسروا بانتخابات يدور براسه يدور الحكومة يدور بمناصب مو يعني أسسكم عرفتم خوان العملاء. أخي محمد إحنا طلعنا طالبنا بالصحة والمرضات تقول. نعم. جبنا ضربنا الصحة ماكو استجابة. فعندنا مطالبنا جبنا ليد إسقاط نظام والتمرة ثلاث تنتهي ثلاث تطلع لما الأشياء واستطاعت تشيل العظيمة اللي وحدت الشعب العراقي. نعم. وظهر كل فساد هذولا ذي وتران خوان العملاء. النتر شيئته أقصد السياسيين. نعم. من 2019 عادل عبد المهدي يعني هذا القناص حكومة القناص وهذا البطش الدخانية في الجماعات من أبطال الشباب اللي كانوا الأحرار راقين وصلاة هذا ما بيسمينه مغسين. أنتم سياسيكم وعمميكم وجدايكم وشعوذتكم اليوم هسه عشان تفوزون يعني لو العملة قرب الملعب يعني هذا العمل هذا ماشي من الباطل. هذا التأجيج الطائفي شنو عنوانه؟ نعم. يعني هذا من جاك قارم يسمونه عشان سامع مدافع على رؤوسكم بالأقدام وخلاكم تجلس تطالبون التوافقية لحد شنو موضوع الانتخابات؟ صعبتوا على شعب لا ما تضحكوا على شعب تضحكوا على الناس صدق نسبه اللي طلعوا واستقبوا اقل من 12%. نعم. يعني هذا الدمار 88% هو هذا نصر عظيم. هذول الوطنيين العراقيين الشرفاء. اما انتم لازم تدور راس ليش؟ أنا خليني أسأل هذا المقتدى اللي هسه يصيح الصحات هو سبب دم العراق، تقدر تشكل حكومة؟ أغلبية ما تقدر. موافقة لا توافق، الأعداد مضحكت على العالم صعب في العالم تنتقد، شو العنوانها؟ اليوم هسه أصبحت الحكومة عميلة. جبت بيت رئيس الوزراء على راسه، وين احترامكم؟ وين القانون؟ وين ولاكم للوطن؟ يعني خليتني من دولة ميليشيات، لو دولة غاب، لو دولة ما عندكم مشروع وطني ناس خدم جابكم الاحتلال. أدلك والله محمد جابوا البسطال الأمريكي ما جابوا ثورة مشرفة للعراقيين. يعني نعم. نتحدث ونقول ذاك النظام الوطني السابق 35 سنة عايشين حر أحرار وشرفاء ولنا كرامة والرعية بالسوية. اليوم ما كل رعية بالسوية يا أخي محمد. نعم. اليوم نعم. هذا ذبح ما خلوا لا شيء عندنا ما عندهم مصلحة للعراق
ما عندهم مشروع للعراق. أين الصحة؟ أين التعليم؟ أين الزراعة؟ أين الصناعة؟ أين أبسط شيء أمور الحصة التموينية ما مصرينها؟ يعني هذا المشروع الإيراني يبقى على رؤوسنا. فأستحيل الثوار النسام الأبطال، تحية لكم لهذه والجماعة الشهداء العراقيين، وتحياتي لك عزيز أبناء القناة العربية. أشكرك شكرا جزيلا أبو ياسين من ديالى. ويانا محمود من الموصل. أخ محمود السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام أخ محمود. شنو الفرق بين يعني ثورة تشرين 2019 والثورة التظاهرات الفوضى بأدق عبارة اللي تصير أمام المنطقة الخضراء؟ هم طالعين يقول لك بأنه إحنا صار التزوير بالانتخابات. طيب مفوضية الانتخابات وراء العد الإلكتروني سوت عد يدوي وقالت بأنه النتائج مطابقة. طيب ذول الميليشيات ليش طالعين أمام المنطقة الخضراء؟ شو يريدون بالضبط؟ احنا لو بس نقطع الميليشيات والحكام ذولا. نعم ذولا بس ايران صار ربع هذا العراق. نعم دعوا لها زين. احنا الموصل عملوا لمقاومة المظاهرات عملوا وما قبلوا ورفضوا الموصل. نعم. ليش ما حتى مظاهرات ايسر؟ نعم وقجلي والشبك والقب حتى نلعهم عملوا عبطوا عن السؤال يقولوا هل ممنعتهم الله هذولا. نعم هذا اللي قلت لك مع الحكام والميليشيا ينقطع لهم ذولا هم تكلموا واحد الخضراء خربوا انتخابات مزوره كل شيء مزور. نعم هذول يقوموني ولا ياتي. نعم أبو محمود أنا أشكرك أبو محمود من الموصل شكرا لاتصالك. ويانا أبو عراق الفلوجة. أبو عراق السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أخويا العزيز. أبو عراق الثورة تشرين 2019 ما جددت الأمل عندكم بأنه العراق بخير وشاركت بكل الأطياف وكل المذاهب في ثورة 2019؟ الآن اللي دا يحصل أمام المنطقة الخضراء بيش تفسره يعني؟ المظاهرات أنا من خلال قناتكم أوجه تحية حب واحترام لأمهات الشهداء، شهداء تشرين، هذول الأبطال الثوار اللي إن شاء الله بيهم راح نغير العراق. نعم. وإن شاء الله بيهم راح إن شاء الله نخضع الميليشيات. نعم. هاي الميليشيات اللي هسه أمام الخضراء المتحجلين هذول ناس فاسدين، هذول هم اللي أفسدوا البلد، هم اللي دمروا البلد. أما كالحكومة العراقية، الحكومة هسه إحنا لا والله أنا وباس حتى نستحي نقول حكومة، عمي هاي مو حكومة، هاي مافيات عصابات. أتحدى هسه الكاظمي يقدر يطلع يحكي وياهم. ليش ثوار تشرين من طلعوا قام يشتغلوهم بالقناص بالضبط لأنهم على حق. نعم. أخويا العزيز من خلال قناتكم الحرة الشريفة أوجه تحية حب إلى الشعب العراقي. نعم. وهاني هاي المرة الأخيرة أقولكم الشعب إن شاء الله بها انتصر على الظلمة اللي جاي يسوون بينا أشبال. نعم. وعبوا بينا لوين يوصلونا بعد وين يريدون بعد بينا. وأنا أشكرك أبو عراق شرفت بحضرتك. يا مرحبا بك أبو عراق من الفلوجة شكرا جزيلا لكم. بس أريد أنوه للأخوة في الكنترول من فضلكم بس أريد نطلع أرقام الرسائل حتى الناس إذا تريد تبعث رسائل ما تقدر تتصل ممكن أن نعرضها. شكرا جزيلا أخواني. ويانا أخ صباح من بغداد. أخ صباح السلام عليكم. وعليكم السلام رحب بكم. شلون صحاب صباح الكريمة؟ شلون الأحوال؟ يا أهلا وسهلا. يا أهلا. تفضل أخ صباح تفضل. طبعا احنا اذا نريد نقارن مظاهرات 2019 وثوار تشرين بالمظاهرات الحاليه اللي هم اغلبيتهم حشد هيئه الحشد وميليشيات والطرف الثالث هو جاي الظاهر ضد ان يطالبون بكراتي. نعم. مقارنه بثوار تشرين والمظاهرات اللي صارت في جنوب العراق وتحديدا الناصريه الابطال. نعم. خرجوا يطالبون بوطن وخرجوا يطالبون بخدمات ودرجات وظيفيه وملف امني يكون يعني يشتغلون على راسه ضباط اكفاء
ونعرف شلون الصادمة مع الطرف الثالث السلاح المنفلت والميليشيات اللي شايلين قناصات وشايلين كواتم والخطف اللي صار حتى على النساء والاغتيالات اللي طالتهم أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 30,000 جريح صحيح. كلها الدولة مصطفى الكاظمي على رأس الهرم وعادل عبد المهدي بوقتها يعرفون من هو الطرف الثالث كلهم كانوا القبعات الزرق سرايا السلام وحزب الله والنجباء وبدر والعصائب هم هذول الطرف الثالث اللي كانوا يقتالون بمن بالنشطاء السياسيين وبالمتظاهرين النشطاء المدنيين وبالمتظاهرين في جنوب العراق يعني معروفة الشعب كله يعرفهم هم هذول قتلة الآن انقلبت الموازين وشفنا الانتخابات المزورة ما حصلهم على اللي يريدونه كانوا يطمحون انهم الأول الكتلة الأكبر لكن الشارع العراقي كشفهم ناس قتلة ومجرمين ويتلاعبون في مصير الشعب نعم. منو هم الميليشيات والولائية الآن هم ظاهرا بالمنطقة الخضراء شون دخلتوا إلى المنطقة الخضراء وقبلها ثوار تشرين في بغداد وغيرها ورد جسر كلهم حاملين أعلام نعم. وحاملين وردة ويقدعون بوطن الآن شون وصلتوا إلى المنطقة الخضراء لأن أنتم مو تقولون إحنا تابعين إلى هيئة الحشد وهيئة الحشد مرتبطة برئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة شلون هذا القائد ما تطبقون أوامره وتنفذون أوامر اللي ينص بها الدستور العراقي والقانون العراقي أنتم جزء من دولة أنتم جزء من دولة تحسبون أنفسكم فشلون الدولة تظاهر ضد المفوضية اللي مفوضية وقفت عاجزة لحد الآن ما يعني أكدت على أصوات الفائزين خوفا من الطرف الثالث نعم اللي هو يقود هاد العامري ويقود نعم قيس الخزع لدول الإرهابية اللي ينقاسون بالمجاميع الإرهابية مع داعش هم نفسهم أنا أشكرك أخ صباح من بغداد ويانا أبو علي من بغداد أبو علي السلام عليكم الله يسعدك شلونك أبو جاسم مرحبا وسهلا يا مرحبا بك أخوي العزيز تفضل يا الله يخليك مشتاقين عايش مشابك شلونك الله يسلمك الحمد لله والشكر الحمد لله الله يخلي هذا الإذاعة الطيب الوطني ها الله يخلي هذا الإذاعة أقول لك هاي الوطني والله ما داس معه بشكل صحيح أقول لك أهلا وسهلا تفضل أشكرك شكرا الله يخلي الإذاعة الوطنية شكرا جزيلا تفضل أبو علي هو يعني أنا أقول لك هسه العراق يعني أنت البنى التحتية أنت بنيان البنى التحتية أنت دولة دولة ما يكون نفس العراق دولة يعني ما يمثلون العراق دولة يمثلون إيران زي يمثلون أمريكا يعني بيهم يعني مو عراقيين دولة يعني بيهم يشتغل لا أمريكا لا إسرائيل يعني ما عندها هوية عراقية دولة دولة الميليشيات ماكو يعني كانوا مظاهرين يعني مو للشعب مظاهرين يعني هم يردون الزيادة يعني هذول مو كاتلهم الشعب هذول يعني هذول مظاهرين هذول ميليشيات هذول يعني هم هذول من كتلة يعني الأمهات يعني مو تربي زين ابنها ليش يقتلون هذول يعني سوى هذا ابنه السياسي ها يقبل واحد يكتله لا طبعا وين ابنائهم هناك ابنائهم كل ابنائهم خارج العراق عايشين ابنائهم خارج يعني العراق هذول هذول شوف هذول زمره يعني هذول انقسم الشليب انقسم الحيوان لا 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 ابو علي لا احنا ما نسمح قناه الرافدين ايش قد اختلافنا ويا الميليشيات وايش قد اختلافنا ويا الحكومات المتعاقبه لكن يعني خطنا وطني إعلامي قائم على الأسس الإعلامية الصحيحة أنا أشكرك شكرا جزيلا وأعتذر بالنيابة عن الأخ أبو علي إذا صدر منا أي غلط آسف جدا ويانا عطوان من بغداد عطوان السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم عليكم شاك. السلام ورحمة الله محمد شلونك تفضل يا مرحبا أهلا وسهلا تفضل يا الله يسلمك تفضل يا تفضل انا دائما اخابركم نعم على الراس نشرب بك السلام عليكم على الراس نشرب تفضل يسلم الاذاعه مالتكم الله يسلمك انا يوميا ناشيد عندي 8 جهال بعد في الايجار ورعايه ما عندي نعم من 2003 من سقوط صدام لحد هذا اليوم نعم حق هسه جاي اخابرك بك والله درهم واحد ما نستلم من الدوله نعم يعني بالمظاهرات
25 ألف هاي الحمراء. نعم. الحمراء. نعم. الفلوس الحمراء. نعم. يقول المظاهر ومين الظاهر يعني يروح للصلاة يطلع 5000 يطلع مسؤول بالصلاة يعني مخازي عيب. راق طلع مقدي ابن مقدي يعني مخازي أنت تطلع مظاهرات يطلع 25 ألف دينار. منو يعني ينطي منو ينطي على منو ينطي للمتظاهرين يا متظاهرين يا متظاهرين تقصدهم هو المسؤول لا يا متظاهرين يا هم من عندهم يعني اللي هسه طالعين لو ب 2019 ها هم يطلعوا فلوس حبيبي 25 ألف 25 ألف كم دولار عطوان دا اسالك من جد ما خاف المن ينطون يعني ينطون هسه الدولة طالعين هسه لو تقصد المظاهرات 2019 المظاهرين ادري 2019 حق الان لا شلون خرجت الناس خرجت اخ عطوان مو ويانا اي عطوان الناس طلعت بالملايين كل واحد يطوهم 25 ألف ثانيا الناس اللي طلعت قالوا نريد وطن ونريد لو هم عكس هذا الشيء كان ما طلعوا اصلا اما تقول لي ينطون فلوس وكذا كلام غير دقيق ما اريد اكون غير يعني اكون غير مصطلح اطلقه يعني مو يعني حضرتك كلامك هذا غير دقيق شكرا جزيلا اخ عطوان ويانا هاشم من بابل هاشم السلام عليكم اخ هاشم ويانا اخ هاشم يعني يعني كلام هاشم تسمعني كل زين ما ادري يمكن الشبكه هو يعني الشبكات على اي حال بس هذا الكلام مال الاخ عطوان طبعا محترم جدا ونقدر كل كلمه لكن مثل ما تفضل يعني بالمقدمه قلنا خلينا نتكلم بلغه العقل والمنطق اكثر الناس اللي ب 2019 طلعوا بالملايين شنو ذولا كلهم ماجورين الناس الطلبه وحتى الاطفال والشباب الله يبارك بيهم من كل المحافظات في من ذي قار ومن العمارة وكلهم جوي إلى ساحة التحرير في بغداد ذولا كلهم يعني معقولة ما أتصور يعني كلام غير دقيق هذا ويانا محمد من أمريكا أخي محمد سلام عليكم السلام عليكم عمري عليكم السلام أهلا وسهلا يا مرحبا محمد تفضل محمد احنا هاي الميليشيات ما تقول لها كل شارة نعم كل شارة ليش؟ هم جابوهم هم لازم يطلعوهم اي زين جابوهم هم لازم هم يطلعوهم هم لازم جابوهم منو جابهم؟ جابوا قاعدين على الدبابات منو جابهم؟ الامريكان جابوهم من جابهم؟ ها الامريكان جابته؟ مو هسه اعرض لك فيديو معمم يهدد القوات طبعا من نقول يهدد القوات الامنيه هذا مو معناتها اني طابق ويا القوات الامنيه يعني ولكن احنا نتكلم بما تاتي به الاخبار تقول معمم يهدد القوات الامنيه ويقولهم انتم عملاء هسه شو اسمه هسه راح نعرض عليكم ان شاء الله فالميليشيات هي اصلا صناعه امريكيه هذا من اجى جون نيجروبونتي اسمه هو يريد يطبق اللي ما حصل بالسلفادور بفرق الموت اجى طبقها بالعراق وانشا هذه الميليشيات تمام محمد صحيح نعم معلومات كلها على نعم هم قالوا وراهم كلهم وايران وجابتهم الدبابات الامريكيه نعم ابو مريم من الرمادي انا اشكرك محمد من امريكا ويانا ابو مريم من الرمادي ابو مريم السلام عليكم أبو مريم تسمعني؟ ما أدري يمكن الاتصال انقطع على أي حال خلينا نشوف هذا الفيديو وبعدين نرجع إن شاء الله الأجهزة الضباط الذين أعطوا الأوامر حصتنا أنتوا شعبوا أنتوا ما مسؤولين أنتوا ما مسؤولين من الذي أعطى الأوامر بقتل أبنائنا
الموت للأمانة الجمناء، الموت للأمانة الجمناء، الموت للأمانة الجمناء، الموت للأمانة الجمناء. يعني مثل ما شاهدنا هذا الفيديو، مشكورين جماعة الكنترول، شكرا جزيلا. ويانا مهند بن بغداد، بعدين علق على الفيديو إن شاء الله. مهند سلام عليكم عيني. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام أغاتي، تفضل ياب. شلون صحتك أحوالك؟ أهلا يا مرحبا، تفضل أخ مهند. سعد العزيز، أنا من شهر الثاني. نعم. 2021. طيب. أكو ضابط بوزارة الداخلية. نعم. دعم ابن أختي بناحية الوحدة قضاء المدائن. دعم شنو بالسيارة دعمه؟ دعمه بالسيارة، والسيارة تابعة للدولة. طيب. تم دهسه ابن أختي في ناحية الوحدة قضاء المدائن في تاريخ 24/2/2021، المصاب علي حليم زحام. نعم. كسر في الحوض الأيمن وكسر في العمود الفقري من قبل العقيد رياض حميد صالح. طيب. وتم الهروب، وبعد توثيق الكاميرات تم العثور عليه، وبعدها قام علي المصاب بتسجيل دعوى عليه في مركز شرطة الوحدة. طيب. ومن خلال المراجعات تم اكتشاف تواطؤ في مركز الوحدة ومحكمة الوحدة ومستخدم نفوذه كونه عقيد في وزارة الداخلية. طيب. علما أن المصاب من ذوي معدود، وهو المعين الوحيد. نعم. لأهله عنده. نعم. 10 نفرات ويتيم هو. لا حول الله، برقبته. وعمليته كلفت 19 مليون، وهسه. طيب. عنده عمليات أخرى. طيب. ولازم يطلع مسافر للخارج وما عنده الإمكانية هو. ما اشتكيتوا على الضابط باعتبار هو حادث يعني عرضي صار؟ ما اشتكيتوا على الضابط؟ اشتكينا. ما انفصلوكم جوي، سووا فصل أو كذا؟ لا اجى فصل ولا أبد، ويقول عندي نفوذ وين ما ترحون، ورحنا لوزارة الداخلية. زين، ما تحمل مصاريف العلاج؟ أبد، كل شيء ما تحمل. شو يقول يعني؟ شو يقولكم؟ يقولكم وين ما تروحوا نروحوا ولا شنو؟ ويقول والله وين ما تروحوا نروح. أنا عقيد بالدولة وأتحداكم تقدروا لي. وين وزير الداخلية؟ وين رئيس الوزراء؟ وين الحكومة؟ وين المجلس القضاء الأعلى؟ وين إذا هم شوف باوع، هم يعني إحنا كان موضوعنا، لكن لا بس أن نأخذ شكاويكم لأن هذا البرنامج هو صوتكم. هم أصلاً ما فاهمين اللعبة بشكل صحيح. هم دا يظهرون يم المنطقة الخضراء ويهددون الكاظمي. طبعاً أكررها، يعني خاف واحد يقول لك أنا مو لا ويا الكاظمي ولا ويا أحد، أنا هنا شغلتي أنا أدير الحوار فقط. هم دا يظهرون ضد الحكومة اللي هي حكومة تصريف أعمال، يعني هاي الحكومة مو باقية أصلاً. ولو أكو أخبار تقول بأنه مقتدى الصدر ربما، وهذه أخبار غير مؤكدة طبعاً، ربما سيكلف الكاظمي بولاية جديدة. فهم أنت من تتكلم على قرايبك ابن أختك تقول وين الداخلية وين الها، هم ما لهم علاقة بالشعب، والدليل على هذا خراب العراق على إيدين ذولا. فانت يعني ايش تترجى من واحد يعني، واذا عقيد بالشرطه وكذا؟ ف يعني والله انا اريد من خلال برنامجكم وخلال قناتكم. نعم. المعقره انه. نعم. توصلون صوتنا ان شاء الله، الناس تسمع صوتك، ويمكن اذا فاتحي يعني اوليات كامله، وعدي تصوير اثناء. نعم. الحادث وشون هرب. نعم نعم. وضرب لك 3 سيارات ما ادري 4. نعم نعم، وياك. أنا أشكرك مهند من بغداد، إن شاء الله يسمعون صوتك، وإحنا اللي علينا بأنه إحنا نوصل صوتك. ربما يعني أكو واحد دا يسمعنا ما لنا علاقة بالحكومة ولا بالميليشيات ولا بس واحد رجال خير أن يتحمل مصاريف هذا الشخص اللي اندهس من قبل عقيد بالشرطة. شكرا جزيلا مهند من بغداد، والله إن شاء الله يشافي مريضكم. ويانا أبو راشد من عمان. أبو راشد السلام عليكم. لك يا أخ محمد صبحي، وشرفني أول مرة ألتقي معك حقيقة. أهلا وسهلا، نشرف وياك حبيبي. طال عمرك بالنسبة للحكومة العراقية من 2003 لحد الآن. نعم. كلها في طال عمرك مهب الريح، كل القضايا ضد مجهول. نعم. ما أدري شنو هي راح توصل لها بالنسبة حق الحقوق العراقيين يعني. نعم. دور وزير الدفاع والداخلية ورئيس مجلس الوزراء تصريح الميليشيات، يعني شنو الميليشيات تصرف، أي دور يعني. نعم.
وين قيام الجامعة العربية عن العراق طال عمرك؟ وين ما يجري في العراق من جرائم واغتيالات و... ونقطة الأخيرة احنا بالعراق أبو راشد، احنا بالعراق يعني بصراحة يعني أيسنا من مسألة أو مصطلح أو هيئة أو كذا اسم الجامعة العربية. يعني الجامعة العربية تركت العراق من بداية الاحتلال ولحد الآن، تركت هو أصلا تاركته من 1991. فما نعول على أي واحد، نعول على الشعب العراقي فقط والله، على شبابنا ذولا الحلوين. نعم. عفوا أخ محمد، نبتعد عن الجامعة العربية، ولكن دور الحكومة العراقية في الميزانيات الهدر في البترول ارتفع إلى $140 خلال السنوات الماضية، والآن إلى 85 دولار، والعراق في مجاعة. إلى أين تذهب الأموال العراقية؟ وشكرا ويعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا أبو راشد من عمان، ويانا أبو علي من مدينة الكوت محافظة واسط. أهلا وسهلا أبو علي، تفضل يا أبا. أهلا بك، شلونك أخوي شلونك؟ أهلا وسهلا يا أبو علي، مرحبا، تفضل يا أبا. أهلا وسهلا، مرحبا. بلد إحنا بخصوص برنامجكم يعني قاعد أشوف أكو انتقادات كلش قوية على الحكومة. على اليمن؟ يعني قاعد تنتقدون الحكومة وتنتقدون وضع العراق بصورة عامة. ننتقد الحكومة؟ نعم أكو انتقادات. أيوة. الحكومة أدري. غير هاي الديمقراطية، الرأي والرأي الآخر، ما تريد كل الناس ويا الحكومة. غير هاي الديمقراطية، مو جابوا الديمقراطية من أمريكا وقالوا أكو حرية الرأي والتعبير والدستور يكفل حرية التعبير. احنا دا نقول دا ننتقد الحكومة، ما نسمح بأي غلط، وانتقاد الحكومة هذا شيء طبيعي. يعني ليش يعني شنو اللي ضار بالموضوع؟ لا أنا ما عندي كل إشكال بالموضوع، بس أنا مو أولاً مو بالدولة ولا عبد، بس أقول إن احنا نقوم الحكومة بدلاً ما انتقدها انتقاد هدام، انتقاد بناء. أقول لك أبو علي، أبو علي احنا مو دنا ننتقد انتقاد هدام، بالعكس انتقاد دائماً نتكلم الحكومة يجب أن تفعل كذا وتوفر الخدمات والشغل وكذا، بالعكس احنا طابقين ويا الشعب. ولكن الحكومة هسه إذا تيجي على الحكومة من 2003 شنو اللي تحقق ذاك اليوم؟ يعني عرضنا صور جسر 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 في محافظة ذي قار، عافوا عنه الصراحة، وطبعا الأمثلة على ذلك كثيرة. احنا من ننتقد الحكومة نريد يتعدل حالها، ومن يتعدل حالها أوعدك بأنه نطلع هنا ونقول حكومة سوت فلان شيء والحكومة عينت والحكومة يعني جابت الكهرباء للشعب. بالعكس انتقاد، الانتقاد اللي حضرتك اللي تقوله هو انتقاد بناء، والدليل على هذا أنه نعم. تفضل تفضل، أنا أسمح لك تتكلم براحتك براحتك وياي. الآن اللي أقوله طبعاً بالمناسبة أنا متابعين قناتكم، اللي أنا وخصوصاً برنامجك. أي نعم، تفضل على الرأس، أهلاً وسهلاً بك أبو علي. الله يسلم راسك، تفضل. وانا احس انه يكون كل ما يكون بناء الانتقاد بناء احسن ما يكون هدام. وين اطالب من خلال منبرك. انت تعرف، انت تعرف ابو علي، انت تعرف شنو الانتقاد الانتقاد الهدام؟ انه نعم، انه نتهم الحكومه في 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 غير ما هي عليه، هذا الانتقاد الهدام. نعم. لكن الانتقاد البناء احنا دا ننتقد الحكومة والشواهد حاضرة موجودة، يعني وينك انتقاد هدام ابو علي؟ عيني، تفضل يابا، تفضل ابو علي، الك احكي. من خلال قناتكم، من خلال منبرك. نعم. اتمنى اصوات النشاط، لان انتم قناة مسموعة بالمناسبة للجنوب، كل ابناء الجنوب. يعني انا اشوف فاكل اللي احس اللي ينتقد اللي انتقاد يكون مو صالح. انا اتذكر أبين إنه العراق قبل 2003 والعراق بعد 2003، صحيح أكو فساد صحيح. نعم. بس أشوف الحالة الاقتصادية، أنا أشوف للموظفين وأشوف الحالة الاقتصادية المدن، يعني تغير، أكو تغيير نحو الأحسن، بس كفساد لا، أكو فساد، ما أقول لك ما أكو فساد. إحنا إيش ننتقد؟ إحنا إيش ننتقد لعاد؟ إيه؟ ننتقد الفساد وننتقد المحاصصة الطائفية والناس اللي طلعت زين، الناس اللي طلعت بالملايين دولة كلهم كان انتقادهم هدام بالتظاهرات مال تشرين 2019، دولة الشباب اللي ملوا كل الساحات يا عيني. لا لا، انت ثورة هاي تشرين، ثورة تشرين عدلت مسار العراق. حلو. ثورة تشرين سوت، لا لا، ثورة تشرين سوت
سوت انه من ضمن منجزاتها الغاء مجالس المحافظات كانت اللي العقده الزايده وسوت المنطقه الانتخاب المناطقي تمام. احنا هذا شلون بالعكس انا وانت كنا بس اكو 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 مثلا اكو اصوات النشاط اللي قاعد اشوفها يعني ترى مو اصوات نشاط ابو علي ابو علي ما يصير تقول على الاصوات اللي تطلع هنا اصوات نشاط مو احنا ما نسمح الاصوات اللي تت... مو احنا ما نسمح مو اللي اصوات اللي تتصل بيك نعم بس مرخصك حتى متى مو الاصوات اللي تتصل بيك اكو زي. اصوات انا قاعد اشوفها خارج العراق قاعد تسولف انه اكو امور لا بالعكس احنا انا وانت قاعد نسولف انه نريد اطلاع البلد نريد اطلاع الشباب هذا الشباب اللي هسه اغلبيته بدون فرص عمل ماكو اكو عالم حتى ثقف ما عنده هذا انا مو انه انا دامه اكو اصوات خارج العراق اللي يسولف انه احنا الحكومه مالتنا يعني أنا أتبشر يعني هو أقول لك أبو علي على مود الانتقاد أنا عندي اتصال طبعا وراك أنا أعتذر جدا من عندك الناس اللي تنتقد من خارج العراق يعني يقول لك جابرك على المر غير الأمر هو غير شاف بأنه تكميم الأفواه فطلع لي برا وينتقد من برا لأنه ماكو حرية تعبير والدليل على هذا الناس اللي انكتلت 1000 شاب انكتل و30 ألف جريح في تظاهرات تشرين 2019 فبالعكس الانتقاد الهدام هو أنه نلصق تهمة بالحكومة هي غير موجودة وهذا شيء منافي للحقيقة طبعا أنا أشكرك أبو علي من الكوت ويانا أبو عمر من بغداد أبو عمر السلام عليكم سلام الله شلونك أستاذ محمد يا مرحبا أهلا وسهلا أبو عمر شلون الصحة الله يديم تحياتي لك ولقناة الرافدين بطنة والسادة المشاهدين الكرام الأعزاء الله يخليك أبو عمر يا مرحبا تفضل أبو عمر أيضا حياك الله أستاذ عليكم السلام أستاذ محمد بالنسبة لموضوعنا اليوم موضوعكم مع تظاهرات ثورة تشرين وتظاهرات سلطة الأحزاب اللي بالمنطقة الخضراء نعم تظاهرات أستاذ أكو فرق بين ثورة تشرين وبين تظاهرات سلطة الأحزاب اللي تقودها ميليشيات وزعمها بقيادة هذه الزعماء والذيول اللي موجودة اللي حالياً اللي قاعدين يتظاهرون في منطقة الخضراء فهذول الناس ما يمثلون الشعب العراقي هذول مجموعة من أحزاب زعماء قياديين مسؤولين عليهم زعماء من سعد العاقلي وقيس الخزعلي ومقتدى الصبر وبعض يعني الزعماء اللي موجودين عندنا هذول الذيول اللي هم بوجودهم أن يردون يرجعون الانتخابات أو يعيدون الانتخابات يعني مصرين على بقائهم بالسلطة فكيف إحنا شعب العراقي نقبل على دول الميليشيات والأحزاب أن يبقون بعد 18 سنة يعني يحاولون يرجون بعد تدمير الشعب العراقي لكن لو هم قدموا للشعب العراقي بنوا عادوا المزارع عادوا الصناعة عادوا البنى التحتية ممكن أن الشعب العراقي يكون وياهم وممكن أن يكون صف واحد وياهم لكن إحنا من الديمقراطية ولحد الآن راضين سلطة الأحزاب وحكومات متعاقبة لحكمة العراق من الديمقراطية ولحد الآن ليش؟ لأنه ما سووا شيء للشعب العراقي ما قدموا شيء الناس قاعد تدرس وتتخرج وتتعب على نفسها وعوائلنا اللي يعني بهذلت نفسها من أجل أولادهم من أجل مستقبل يكون إنهم ما لقوا أي مستقبل فمن طلع تظاهرات ثورة تشرين رادوا وطن رادوا يعني إنسان من يتعب على نفسه ويواصل يعني يتخرج يعني يدخل كلية طب يخلص هاي المراحل يعني كل من حسب من هذا نعم أبو عمر كيف شي تعيين كل هاي الأمور سدت بوجهه لو الكل مع الأحزاب لو عنده واسطة أن يدخلوا لو ماكو يعني ما ممكن إنه الشعب العراقي وافق على هيك سلطة وهيك حكومة يعني احنا كل الشعب العراقي 38 مليون ما رايد هاي الحكومه لان الامراض مالتها مشي على الشعب العراقي جميعا يعني من شمال الجنوب فالتظاهرات اللي صارت ثوره تشرين كافه المحافظات اللي صار فيها بغداد والناصريه عمارة وكوت وحله ونجف وكربلاء كل هذول المحافظات ابناء اخواننا واهلنا من الجنوب احنا نأيدهم ليش؟ لانه مظاهراتهم حقيقيه هذا وطن هذا يعني اصلاح هذه الامور اللي قاعده تصير بس بغير وجوه يعني هاي الوجوه انا اشكرك ابو عمر ويانا ابو سيف ده ينتظر انا شكرا جزيلا واسف اللي قطعت المكالمه لكن ويانا ابو سيف من ديالى ابو سيف السلام عليكم سلام
ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك، تفضل أبو سيف عيون. تحية إلى كل الكادر وكل الموجودين معك. أهلا وسهلا أبو سيف، تفضل أبو سيف. أستاذ إحنا بصراحة أنتم كل اللي تدرون الأسباب اللي صارت بالعراق. نعم. وإحنا نرجع ونقول سببها إيران. نعم. وسببها أمريكا، والله العظيم أنت كل الجن تدري هذا الله موجود. إحنا نقول العراق كان برحمة الله بأيام السبعينات، لأن ليش هسه العراق كان من الأوائل الدول العربية والأجنبية، كان يعني دولة غنية بالنفط. نعم. وهسه مع الأسف رجعنا لورا. منو السبب؟ السبب والله العظيم، والله العظيم سببها اولا الاحزاب، هاي واحد. نعم. ثانيا ايران. ثالثا امريكا سبب الخراب وسبب الدمار للشعب العراقي. والله العظيم يعني حتى الفقره بالدول العربيه احنا افقر دوله صارت بالعراق. افريقيا والله عم افريقيا حتى من عندنا والله العظيم. نعم. احنا دوله عراق يعني دوله الخير، ليش هيك صار بينا؟ هاي الشباب الناس التعبانه واقعه لا شغل لا عمل، والله العظيم ما صايره. لو شوف انت بالياله يعني صار بينا الناس الابرياء راحت، زين ناس ابرياء والله العظيم بعيوننا شفنا. ناس يعني يركضون وراهم، يعني العراق اصبح يعني ساحه من المعركه. زين. نعم نعم ابو سيف رحمه الله على الاستاذ. انا اشكرك ابو سيف. ويانا ابو ايسر من تركيا، تفضل ابو ايسر. سعدك استاذ. عليكم السلام عيوني ابو ايسر، يا مرحبا. الله يسلمك استاذ. ثوار تشرين ثوار وطنيين، بس القتلة الإيرانيين والميليشيات ما خلتهم يقومون ب نعم. يعني تحليل الأمور وتقدير الأمور والإيصال إلى الروح الوطنية. نعم. يعني هاي الأخرى الثانية. نعم. الميليشيات والحشد اللي نعم. هو اللي يأكد عليهم هادي العامري. نعم. اللي كان يقاتل ويا نظام إيران ضد العراق. نعم. هو راد يضرب عصفورين بحجر حتى على أساس ينهي الانتخابات اللي خسر بيها. إيه. وهاي كلها موجهة من إيران. هم لو نفترض جدلا أبو أيسر، هم لو فايزين بالانتخابات يطلعون تظاهرات يقولون عيدوا الفرز من لا من باب إحقاق الحق. ما يطلعون، هم يدرون نفسهم خسرانين قبل ما تبدي الانتخابات. من السيد مقتدى قال أنا ما راح أشارك، وهاي كانوا قاعدين مرتاحين على أساس بعدين. نعم. شارك السيد مقتدى وفاز بالانتخابات. نعم. ومن فاز هذه العامل عرف نفسه أنه راح يطلع عليه ملفات كبيرة. أنا أشكرك أبو أيسر، شكرا جزيلا، آسف للقطاع، ولكن ويانا آخر اتصال أبو علي من بغداد. أبو علي السلام عليكم. الله يساعدك ابو جاسم، شلونك؟ يا مرحبا. الله يخليك، حم الله وديك. هاي اهلا وسهلا. انا دعمتك، حم الله وديك. لا بالعكس، تأمر امر انت، تفضل يابا. هو العراق ماكو بعد العراق، شوف هسه خلنا خدمك. العراق خادم ربك، العفو. لا ايران، العراق صار لا ايران ها وامريكي. نعم. يعني شوف هسه انت لو طب المحافظات تشوف يا اسرائيل ها فساد اداري، يعني لا عمل، زين. نعم. يعني هسه دول المظاهرين اللي ظهروا ها نعم. مال شو اسمه. أنا أشكرك أبو علي من بغداد، آسف جدا، ولكن وقت البرنامج شرف على الانتهاء. راح نقرأ رسائل اثنين أعتقد. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يقول شنو سويتوا من سنة 2000، يقصد 2003 ولحد الآن، يا كذا يا كذا، ما نقدر نطلعها غير القمع والقتل والتشريد وهدم البيوت على أبناء شعبنا الصابر. الله ينتقم منكم بالدنيا قبل الآخرة. قدير مجيب الدعاء ابن الوطن من صلاح الدين. ويانا أيضا رسالة، عفوا. السلام عليكم، أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة للجميع ولكم.
العراق بلد قوي ذات حضارات ممتدة عبر التاريخ، والتاريخ شاهد على قوة العراق ومكانة اقتصاده، والعراق غني بموارده الطبيعية وبخبراته ورجاله، والعراق يعود لأهله وناسه ويتعافى بعد صوت هؤلاء. جردان الخضراء، يعني جردان هو يعني تشبيه وليس بخارج حدود اللباقة واللياقة. عملاء إيران كلهم ميليشيات ظلمة، والله قال الظالم سيفي أنتقم بي وأنتقم منه، وجاء يوم الموعود، الله جعل كيدهم في نحرهم وقربت نهايتهم، والله غدا لناظره قريب، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا أبو حاتم من الموصل، شكرا جزيلا. أنا بس أريد أعلق بعشرين ثانية. الشيخ المعمم اللي طلع والسيد المعمم اللي طلع يقول الساعدي حصتنا، ساعدي منه ما أعرف منه الساعدي، ولكن يبدو أنه من المنطقة الخضراء. يقول وأيضا حصتنا الضباط اللي أعطوا الأوامر. بس أريد أسألكم سؤال، بالله عليكم هاي دولة من يطلع شخص بغض النظر عن من هو يقول الساعدي حصتنا، طيب وين حرية وين سيادة وهيبة الدولة إذا يطلع واحد يقول الساعدي حصتنا والضباط اللي أعطوا الأوامر هم حصتنا؟ هل هذه دولة ممكن واحد يعيش بها ويأمن على نفسه؟ أنا أشكر جميع المتصلين والناس اللي أرسلوا رسائل، وأشكر جميع المتابعين، شكرا جزيلا لكم، ونلتقيكم في موعد ثاني بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.